ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to e-Alim. Assalamu alaikum Laiba. This is your plan. We'll continue reciting from Surah An-Nisa, inshallah. This surah has a lot of rules of Islam and how to deal with each other. So it will be very important to talk about its meaning, inshallah. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. See you soon, إن شاء الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.